بغيت مروان وعمور يقصفا لبعض اليوتيوبرز ونرين تطمئن متابعيها عنها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. نارين بيوتي طمأنت متابعيها بعد إجرائها لفحص على عينيها هي وشيرين، وصرحت نارين أنهما الآن بخير ويحتاجون لوضع بطرات على عيونهم على طول، ونتمنى لنارين بيوتي وشيرين الشفاء العاجل. قام غزمروان اليوم بنشر فيديو عن رحلته بإيطاليا، وهذا الفيديو صرح غزمروان أنه جاب العيد فيه، حيث قام عمور بتلطيش حكي لبعض اليوتيوبرز الذين يرفضون أن يتم التحدث عنهم. أي حد ما بقول لك لا، مش مثل والله برفع عليك قضية بالسجن. هاي تلطيش برو صح؟ وأكد عمور أن هذا الكلام مقصود لأي حدا حس إنه الكلام موجه له، بمعنى آخر حسب تصريح عمور اللي بيحك جلده بيعرف جسمه. طبعا تلطيش، تعال شوف اللي بيحك جلده بيعرف جسمه، ما شو هي؟ فمن تعتقدون يقصد غيث مروان وعمور بكلامهم هذا؟ رأيكم بخصوص هذا الموضوع. وأيضا غيث مروان صرح أنه مريض ونشر ستوري علق عليه مش وقت أقعد بالفرشة أبدا، ونتمنى لغيث مروان الشفاء العاجل. واو، حتى صوتي عم يتغير تاز. قاعدين بالعتمي هون، والله مش قادر أحرك جسمي. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك. حلو منكم، نشوفكم الفيديو الجاي.